النهاردة على تكملة من المعالجات بس خاص بالسلاجي تريتمنت أو معالجة الحمأة. إيه هي سلاجي تريتمنت؟ السلاجي تريتمنت هي معالجة الرواسب اللي ناتجة عندي من حوض الترسيب الابتدائي وحوض الترسيب النهائي. طبعا لو حضراتكم بصيتوا هتلاقي بطريقة المعالجة العادية عندنا ان المية بتخش على السكرين وبعد كده مثلا جريت تشامبر ريموفر وبعد كده حوض الترسيب الابتدائي بعد كده البيولوجيكال تريتمنت بعد كده حوض الترسيب النهائي. فانا بينتج عندي مخلفات طبعا من السكرين والجريت ريموفر اللي هي زي الرمل والزلط. السكرين والجريت ريموفر بنتعامل معاها بنحطها في اللاند فيلينج اللي هي المدافن اللي بنتعاملها زي السوليد ويست او المخلفات الصلبه. طيب اللي احنا هنتكلم عليه السلاج او الحمأة هي الرواسب اللي جايه من احواض الترسيب الابتدائي واحواض الترسيب النهائي بجانب الاسكام. الاسكام دي اللي هي اللي بتبقى جزء اللي زي الموجود على اعلى البريمري تريتمنت بيتم تجميعه. ماشي، كل دي اجزاء بيبقى فيها جزء منها تركيز ميه مع نسبة بسيطة من السوليدز. يعني أول ما بنطلعها من هنا بيبقى تقريبا نسبة السوليدز 2% والباقي 98%. ماشي، 98% مية. يعني هي بتبقى عبارة عن مية بس كثافة السوليدز فيها بتبقى أعلى. كمية السلاج اللي ناتج هنا عندي، الكود بيقول لحضرتك إن إحنا لو بنتكلم على أحواض ترسيب ابتدائي بس هي من 5% ل 75 من 1000 متر مكعب لكل فرد. دي كمية السلاج اللي ناتجاه. يعني انا لو عايزة كمية السلاج الناتجة من المحطة بشوف عدد الافراد اللي بيخدمها المحطة واضربها في القيمة دي اقدر اجيب كمية السلاج اللي داخلة المحطة. عندك بعد كده بيقول لحضرتك ان انت لو عندك الحمأة جاية من معالجة ابتدائية ومعالجة بيولوجية، الحمأة الجزئين دول مع بعض، لا كمية السلاج بيزيد عندك، بيبقى من 1 من 10 ل 15 من 100 متر مكعب للفرد. ماشي كده باشمهندسين، يبقى دي اول جزء عندي السلاج جاي منين في محطه المعالجه وكميته قد ايه. طيب المعالجه بتاعتي عباره عن ايه؟ المعالجه بتاعتي عباره عن ثلاث اجزاء رئيسيه بنمشي التسلسل فيها. ممكن بضيف بعض المراحل في النص لزياده كفاءه ازاله الميه من السوليدز بس او نسح الميه عن السوليدز بس. كلها الطرق الثلاثة الرئيسية، أول حاجة بنسميها السكنينج اللي هي بالتركيز، تركيز السوليدز عندي، وده عن طريق طريقتين، طريقة بنسميها الجرافيتي وطريقة تانية بنسميها فلوتينج هنتكلم عنها. تاني طريقة بنسميها زي الاستابلايزيشن. الاستابلايزيشن هي عملية التثبيت. التثبيت يعني بزود كمية السوليدز الموجودة عندي وبفصل أكبر قدر من المية. يعني في المرحلة دي ممكن بوصل من 85 ل 90% نسبة السوليدز وبيتم إزالة المية. الجزء اللي بعديها بيبقى الديوترينج، طبعا ده هنا حسب طبعا استخدامي لدرجة الحرارة وهكذا. الديوترينج برضو بوصل فيها لكفاءة عالية ممكن توصل لأعلى من 90% بإزالة المية من السلاج الموجود عندي. دي الطرق المختلفة، هنتكلم عن الطرق بشكل خاص لكل طريقة. ماشي، فاول حاجه هنتكلم عليها عمليه السكنينج او التركيز. عباره عن ايه؟ عباره عن طريقتين، طريقه الجرافيتي وطريقه الفلوتينج. طيب السكنينج الغرض منه ايه؟ هو الغرض منه انقاص المحتوى المائي الموجود في الحمأة وزياده تركيز المواد الصلبه. ماشي، والطريقه دي هيؤدي الى انقاص الحجم الكلي للحمأة. يعني السوليدز هيبقى بقى خلاص جزء منها من الميه اتزال فهيبقى حجمها اقل، وده بيتم عن طريق حاجة بنسميها الجرافيتي أو السكنر اللي هي تركيز الحمأة بالجاذبية. طيب فكرتها ازاي؟ هفرج حضراتكم فيديو يوضح لك العملية دي. ادي كده حوض السكنر زي ما حضراتكم شايفين، شبه بالظبط حوض الترسيب الابتدائي الدائري. الفكرة كلها اشرحه. طيب الاول معلش انا هرجع تاني اشرحه وبعد كده ارجع تاني للفيديو عشان اقدر اوضح لكم ايه الفكره الرئيسيه فيه. طيب هو عباره عن ايه؟ هو نفس فكره حوض الترسيب الابتدائي. المايه بتخش لي من الاسفل او المايه بتخش لي للجزء المنتصف من التانك وبعد كده بتتوزع لي على الجوانب
ونتيجة عملية التقليب، الزحفات اللي تحت بتقعد عملية التقليب، بيحصل نتيجة التقليب المستمر بيحصل زي خلط السلاج يعني كده. أنا بخلط أعواد السلاج اللي جايلي من الابتدائي مع السلاج اللي جايلي من الثانوي، نتيجة الخلط ده كلها بتزيد كثافة تركيز السلاج أو الحمأة، ويتم ترسبها من أسفل ويتم سحبها، وبيتم فصل بقى المية وتجميعها من أعلى. ده نفس شكل التانك اللي هو نفس فكرة الدائري، وفي هنا زي الكوبري بيعدي عليه، هو نفس فكرة حواض الترسيب الابتدائي، بس هنا ديتنشن تايم زمن البقاء مختلف، عملية التقليب وسرعة القلبات نفسها مختلفة. طيب نشوف الفيديو كده فكرته اهو. ده زي الهضار اللي هو موجود في حواض الترسيب الابتدائي، وهنا الحوض نفسه بيتم التقليب فيه، التقليب فيه بيبقى مستمر. المياه هنا بتختلف عن طبعا المياه اللي بتبقى في معالجة أحواض الترسيب الابتدائي. أنا عايزة أفرجكم حضراتكم شكل الفصل. أدي هنا شكل الحمأة وهي الحوض اللي جوه اللي بيخرج الداخلي. بصوا المياه بدأت تبقى إيه، المياه بدأت تبقى تقدر يتم فصلها. وبصوا السلاج هنا زي بقى السلاج والحمأة، هنا بقى تركيزها أكتر، خلاص بدأت تفصل المياه دي، بعيد استخدامها تاني وارجعها لاحواض الترسيب الابتدائيه كانها داخله للمحطه من اول وجديد. بصوا المياه عامله ازاي، خلاص فصلت المياه عن السلاج، والسلاج بدا يترسب عندي في الاسفل. كل ما عندي الفيديو اكتر كل ما هيجيب لحضراتكم. هنا بدات معلش اهي، بصوا حضراتكم دكتور هو اللي في الجنب ده الهضار، ده الهضار نفس فكره احواض الترسيب الابتدائي، ده الهضار المثلثات دي كده الهضاره. انتوا شايفين الماوس صح ولا الماوس مش ظاهر عندكم؟ شباب حد يرد عليا يا شباب. شايفه دكتور؟ اه بص حضرتك ده الهضار، هنا حصل زي عمليه هيجان للبتاع، لان ال بيعتبر ان احنا بنملى الحوض من الاول تاني، وبيتم عملية التقليب الاستمرارية في التقليب طبعا بسرعات بتقل 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 مع الوقت لغاية ما يتم عملية الفصل. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. تمام دي الفكرة الرئيسية. اوكي طيب نخش على اللي بعده. طيب لو حضرتك بصيت هنا زمن البقاء بيبقى من 1 لـ2 يوم، وبناخد 1.5 ماشي. معدل التحميل السطحي قد ايه كيلو جرام سسبندد سوليد المتر المسطح في اليوم بيتم استيعابه للحوض اللي زي ده بيبقى مختلف، بيبقى عندي من 98 لـ147، وعندي من احواض الترسيب النهائي من 49 لـ59 كيلو جرام للسسبندد سوليد للمتر المسطح في اليوم. بمعنى كده ان حسب نوع الحمأة اللي داخلالك السكنر بيختلف عندي معدل التحميل السطحي، بس هتلاقي التنشن تايم ثابت عندك 1.5. بصوا سرعة الدوران بزراع بيبقى تقريبا 3 متر في الدقيقة، عمق المية في الحوض بتبقى من 2.5 لـ3.5، طبعا بيبقى فيه ميل في أرضية الحوض عشان يعمل عملية التجميع للرواسب الموجودة عندي. تمام دي طريقة تانية بنسميها dissolved air floating اللي احنا كنا بنقول عليها floating. الفكرة البسيطة فيها ان طبعا بيتم ضخ السلاج، بس مع بضخ السلاج بيتم ضخ هواء كمان، الاير بيخش معايا في السلاج، فالسلاج بقى مش بيتجمع، جزء منه بيتجمع لاسفل وجزء عندي بيتجمع لاعلى، ويقعد اللي هو حصل له فلوتنج بيتم تجميعه، وجزء من الاسفل بيتم فصله طبعا مع استمراريه عمليه التالي لغايه ما يتم الفصل، وبعد كده بتخرج الميه عندي للمعالجه الابتدائيه مره ثانيه. ماشي اوكي كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام الاستابلايزيشن بقى عملية انا خلاص كده بدأت افصل نتيجة الفصل ده. طبعا هتلاقوا برضو السلاج عبارة عن، انا عايزة اوصل لمرحلة ان السلاج عامل زي السماد، يبقى جاف اقدر استخدمه كسماد ميبقاش مضر على الانسان اللي هيتعامل معاه. نسبة الباثوجين والملوثات اللي هي النائلة اللي هتبقى مضرة بتبقى الباثوجين والحاجات دي المفروض تبقى نسبتها زيرو، بيحصل عملية تجفيف تام. حتى لو أنا هستخدمها كوقود لازم برضو عملية التجفيف التام عشان برضو يبقى عملية الحرق فيه عالية، أو يديني طاقة حرارية عالية في الحرق. طيب
عشان ازود العمليه دي بعمل عمليه التثبيت الاستابلايزيشن عن طريق حاجتين، انايروبيك دايجيشن والايروبيك دايجيشن. طيب الفكره في ايه؟ حضراتكم هتلاقوها نفس فكره اللي هو بنسميه التخمير اللاهوائي، اللي هو نفس فكره اللي احنا خدناه في علوم البيئه، اللي هي كانت فكره الحوض اللي كنا بنجمع فيه السوليد ويست ونعمل عمليه الكومبوستنج وعمليه التخمير والبايو جاز، واخد منه غاز الميثان استخدمه في طاقه حراريه او استخدمه كوقود كاشعال او استخدمه في الاشعال والاضاءه وهكذا. طيب عندي التثبيت ده طريقتين، عندي حاجه لا هوائيه وهوائيه. الفكره كلها في عمليه التثبيت زي عمليه التخمير، انها البكتيريا بتنشط بتحول المواد العضويه لمواد غير عضويه وتتغذى عليها ويحصل ترسيب، وطبعا نتيجه ان انا لو انا عملت لا هوائي بينتج عندي غاز الميثان. طيب هو اللا هوائي بس اللي عندي؟ لا، انا عندي النوعين، عندي هوائي ولا هوائي. طيب الفكره ايه؟ اول حاجه التثبيت اللا هوائي بالشكل التقليدي بتاعه بيقول لحضرتك ان انت بيخش عندك الحمأة من الجنب، بيتحط هنا لفترة من 20 لـ25 يوم كمية هنا تقعد. طبعا الكمية بعد ما تقعد 20-25 يوم الكمية اللي انا دخلتها بسحبها من اسفل، وبيبقى في عندي جزء فوق بيبقى المية تم فصلها، الجزء اللي انا فصلته ده هو بيعاد استخدامه، قصدي بيعاد معالجته تاني الاسفل، بيعاد ان انا اعالجه تاني يخش من المعالجة الابتدائية. والمية اللي خارجالي من أسفل ده هي بقى السلاج اللي يتم معالجته مرة تانية. فبيقول لحضرتك إن الحجم بتاعه عبارة عن الـ VF اللي هي قيمة الحمأة اللي داخلالك ماينس 2/3 VF ماينس VC. ده في حالة إيه؟ الجزئية دي من المعادلة بعوض فيها لو أنا عندي كمية اللي بضيفها مختلفة عن كمية السحب، يعني أنا بضيف كمية وبسحب في اليوم كمية مختلفة. انا هاخد القيمه دي تقريبية ان القيمه اللي داخله لي هنا وساوي القيمه المسحوبه، فالقيمه دي زيرو. يبقى انا حجم اللي عندي عباره عن حجم الحمأة او كميه الحجم اللي داخله لي في الحوض ده بالمتر مكعب في اليوم اضربها في التيتنشن تايم اللي هو من 20 لـ25 يوم. يعني الفي اف بالنسبه لي دي بحضرتك لو بصيت عليها هي متر مكعب باليوم، يعني هي بتمثل لي الكيو او التصرف بتاع الحمأة اللي داخل لي. ماشي؟ طيب ده شكل مسميه الديجستر العادي اللي هو التقليدي. طب في انواع تانية؟ في انواع تانية. في عندي مسميه هاي ريت. الهاي ريت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا بعمل زي هيتر اسخن بيه السلاج وفي عمليه تقليب جوه. طيب بتتم ازاي؟ بتتم كالاتي: السلاج هنا بيتم طبعا دخوله، بعد كده بيتم سحبه ويمر على السلاج هيتر ويخش تاني. معنى كده ان درجه حرارته اعلى، كل ما تزيد درجه الحراره او توصل لدرجه حراره جيدة إن البكتيريا تنشط فيها كل ما عملية التخمير يبقى أفضل ومدة البقاء في الحوض ده يبقى أقل. طيب ميزة القلاب ده إيه؟ إن أنا كل ما أنا بقلب في المية بقدر أفصل السلاج وكثافته يعني بقدر أفصل السلاج عن المية وتبقى اللزوجة كلها في الحوض كله خلاص واحد بالنسبة لي، وبيتم السحب من الناحية الأخرى. بينتج عنها الطريقة دي غاز الميثان بكميات كويسة وثاني أكسيد الكربون. طيب دي طريقة واحدة، ممكن أستخدم الطريقتين مع بعض اللي هو الهاي ريت مع الطريقة التقليدية أو المخمر التقليدي اللي هو بيفصل لوحده، بمعنى إن أنا هنا برضو هدخل السلاتش بيتم عملية الماكس وبيتم سحب السلاتش ويمرنها على الهيتر وهكذا وعملية الاستمرارية، وبعد كده تخرج ما عندي بعد زمن بقاء معين بتخرج عندي على المخمر التقليدي العادي، وفيها بيتم فصل بيسيب المية السلاج اللي داخل لي زي ما هو، هو لوحده بيقعد فترة زمنية معينة لغاية بيتم عملية الفصل في الطبقات زي ما انتم شايفين. ده بنسميه سنجل ستيج هاي ريت، وده هنا تو ستيج هاي ريت. طيب الشكل اللي هو زي ما بقول لحضراتكم ده المخمر اللي هو الهاي ريت. الفكره كلها ان السلاج بيخش لي من اسفل ونتيجه عمليه التقليب المستمر وهكذا، وهنا زي بيتم سحبه ويمر على الهيتر ويرجع تاني، وفي الاخر بيتم سحب السلاج من اسفل الحوض. طبعا ده عمليه التقليب ده بيلغي خالص وجود طبقه سطحيه او تجميع ميه من اعلى، لا هنا كله بيتم عملية التقليب، وممكن مع الوقت يتساب فترة معينة ويتم عملية الفصل، يعني وقف عملية التقليب لغاية ما يتم عملية الفصل، أو أستخدم بعديه اللي هو المخمر التقليدي اللي هو
في الترسيب بيحصل فيه. طيب زمن البقاء في الحوض ده بيبقى أقل من 10 لـ15 يوم، ماشي؟ لو أنا قلت على إن أنا عندي اللي هو التو ستيج، الفي الأولانية للحوض الأولاني عبارة عن الفي إف في التنشن تايم، التنشن تايم بتاعه كام؟ عبارة من 10 لـ15 يوم. لو أنا أضفت اللي هو المخمر التقليدي المعادلة بتاعته، طبعا الجانب ده زي ما بقول لكم عملية السحب وعملية الإضافة في نفس اليوم دي تقريبا قيمتين واحد، فدي بتبقى بصفر. فعبارة عن الحجم برضو السلاج في التايم، التايم بتاعي هيبقى 10 أيام، ماشي؟ يبقى الفكرة كلها إن أنا هنا الأولاني بيحصل عملية التأديب وتنشيط عملية التخمير نفسه، والدايجستر التاني ده بيستخدم لعملية الفصل. في أي استفسار في الجزئية دي كده باشمهندسين؟ في أي شباب حد يرد عليا؟ تمام يا دكتور. طيب الجزء الثاني هنا انا عندي هنا اللي هو ايروبيك دايجيشن. الايروبيك بقى عمليه التهويه، ده بيعتمد على ايه؟ برضه نفس الحكايه، بيحصل عمليه تاليف فيه بس لازم يضيف الاكسجين. الاكسجين بيضاف هنا في للحوض. مده المكوث برضه بتاعته من 10 لـ12 يوم في حاله لو درجه الحراره وصلت ل 20. لو درجة الحرارة 10 درجات يبقى من 20 لـ30 يوم. ممكن الخزان بيبقى من 3 لـ6، وبرضه بيلحق بيها خزان بيتم عملية فصل فيه الحمأة عن المية اللي خلاص تم فصلها في الدايجر، ماشي كده؟ الطريقة التانية، آخر طريقة عندي، حاجة اسمها ديوترنج. ديوترنج معناها إيه؟ انا عايزه افرج حضراتكم فيديو يوضح الديوترنج عن طريق انا عندي نوعين. عندي حاجه اسمها دراينج بيد، دي هي الطريقه الطبيعيه الناتشرال، عندي ميكانيكال ديوترنج. طيب الميكانيكال ديوترنج دي عباره عن ايه؟ هفرج حضراتكم كده فيديو يوضح لك السلاج اللي داخل ليه الديوترنج وال دي طريقة دي الديوترنج بنسميها البلت بريس. السلاج بيبقى داخل هنا طالع من دايجستر، في جزء فيه ليكويد هنا بيتم صبه على بلت بيسموه زي سير. السير ده بيبقى مخرم، ماشي؟ يعني بيقدر ان زي بيبقى زي مصفى كده. الاجزاء دي زي كشاطات كده بلاستيك. الفكره كلها ان بيتم تفتيت السلاج فيها، ففي الاخر ان السلاج كله بيبقى زي حبيبات بيتم تفتيتها. وبعد كده بيتمر، شايفين حضراتكم هنا بيتم ضغط السلاج، الميه بتنزل من اسفل وبيمر على كذا سير زي سير. الفكره كلها كانك يعني بيتم بطريقه مبسطه عصر السلاج. بص ادي السير اللي فوق، ادي السير اللي تحت، وبيتم زي ايه تمرير السلاج والميه بتنزل من اسفل السير. السير ده طبعا بيبقى زي فكره المصفى، وهكذا السلاج بينشا على مجموعه من التروس كده، بيقعد هكذا هكذا يوصل لغايه ما في الاخر بيوصل للسلاج كيك اللي بيستخدم بعد كده كسمات. ده شكله المبسط. بعد كده السير بيطلع لأعلى، بيتم غسيله، بيتم زي غسيله على أساس إن هو بعد كده يمر تاني على مرحلة الإيه عصفي. أهو هنا برضو بيتم غسيل اللي فوق وبيتم غسيل السير اللي تحت، وهكذا. في أي سؤال في الجزئية دي باشمهندسين؟ دي ده شكل من أشكال اللي هي الميكانيكال. في أشكال تانية؟ في أشكال تانية، في زي ده، ده بنسميه طريقة طرد مركزية، بنسميه باور درام. فكرتها عارفين زي فكرة الغسالة كده، هنا الفلاتو بيخش بيدقها، ممكن مادة كيميائية، وبعد كده بتخش هنا
زي بيتم دكتور ونتيجة السير اللي جوه وسرعة الدوران بيتم فصل السلاج المية عن السلاج جوه المصفى نتيجة الدوران المستمر، وفي الآخر بيطلع عندك السلاج بالشكل ده. تمام كده يا باشمهندسي؟ أيوه يا باشمهندس. هي المايه اللي بتنزل من السلاج دي بتتعالج ولا طبعا بيتم معالجتها تاني، كل المايه اللي نازله من السلاج في المعالجه كلها بتروح للمعالجه الابتدائيه من اول بريمري سيدمنتيشن. ماشي دي طرق مختلفه للديوترينج. في طريقه بقى اللي هي الناتشورال اللي هي يعني الطريقه الطبيعيه اللي ما فيهاش اي تدخل بنسميها دراينج بيدز. فكرتها في ايه؟ فكرتها هنا طبعا بيوضح لحضرتك يعني ايه سلاج ديوترنج. السلاج ديوترنج هي ان انا عايز اوصل نسبه ازاله للميه في حدود 90%، ان الميه اللي تم ازالتها 90%. طيب في طريقه بنسميها الدراينج بيتس، الفكره كلها ان انا بمر على طبقات من، انا عايزه بس الصوره دي اوضح. هنا شايفين الصوره اللي في الاعلى عامله زي التربه الطينيه ما بتم تجفيفها، هي بالطريقه دي ان احنا بنفرد السلاج على الحوض ده كله. ده هنا السلاج بيخش عندي، ده هنا طبعا كده بلان السلاج بيخش عندي هنا وبيتم توزيعه على الحوض ده كله. الحوض ده كله عباره عن ايه؟ اللي هو زي السكشن بتاعه من تحت، عباره عن طبقات زي دي كده، طبقه من الرمله وطبقه من الزلط وفي الاخر مواسير مثقبه. بيتم فرد الحمأة او السلاج عندك في الاعلى وبنسيبها لمدة يعني حسب درجة حرارة المنطقة، وممكن توصل أقل حاجة فيها 4 أيام. الفترة دي بيتم يعني حسب درجة الحرارة بيتم فصل فيها السلاج، المية بيتم تبخيرها والسلاج نفسه بيتم تكييفه زي ما حضرتك شايفينه من فوق. السلاج ده بيتم أخذه بعد كده وحسب درجة تجفيفه بنحدده هيعاد استخدامه في الزراعة كسماد أو هيستخدم كوقود. ماشي. المايه اللي بتنتج لي من الأسفل دي بتروح تاني معالجتها في أحواض الترسيب التهيب. ماشي. زي ما قلت لحضراتكم أحواض التجفيف هنا ده كده جاكلي سكشن، فيها الحمى بيخش لي من هنا بيمر على طبقات من الرمل والزلط المايه وتخرج عندي من الأسفل. طبقة الزلط تقريبا من 15 لـ30 سنتي، طبقة الرملة من 15 لـ30 سنتي، في طبعا المواسير من تحت بتبقى يا اما من الفخار يا اما من البلاستيك حدود من 100 لـ150 مللي متر. يعني ده كده كديزاين حوائط الحائط سمكها قد ايه ولازم تبقى من الخرسانة وهكذا. ده الجزء اللي انا اخداه كده تات سكرين، ده اخداه من الكود. ماشي كده باشمهندسين. زي ما قلت لحضراتكم من زمن البقاء مثلا في حدود يعني بتبقى في حدود من حسب درجات الحرارة عندي، فأقل فترة عندي بتبقى مثلا في حدود 4 أيام حسب درجات الحرارة. فمثلا لو أنا عايزة أعرف كمية السلاج أو كمية الحوض قد إيه وأضرب الكيو في التيتنشن تايم، الكيو السلاج في التيتنشن تايم، جبت كده الفوليوم، أقسم الفوليوم على سمك الحمأة اللي موجودة عندي يعني من 10 لـ15 سنتي، اخدناها مثلا 10 سنتي، يبقى كده حضرتك جبت الاريا اللي انت عايزها. الاخر حاجه هوضحها لحضراتكم الميكانيكال ديوترنج. الميكانيكال ديوترنج الطريقه الميكانيكال اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو اللي هي الطريقه دي اللي بنسميها البلت او بلت بريس، وطريقه ثانيه بنسميها سنتر فويد، وفي طريقه اسمها فلتر بريسنج، وفي طريقه اسمها مرشحات الحمى التي تعمل بالتفريغ. كل دي طرق متعدده. اللي بتعمل بالتفريغ دي عامله زي بيتم ضغطها كده، بيتم السير بقى مش بيعصر، لا عارفين زي كانهم بيحطوا السلاج في جزء كده ويتم ضغطه من جانبين ويتم كانه عصره برده. سنتر فايد فكرتها ان بيخش عند السلاج هنا وبيتم الدوران وبيتم عمليه فصل السلاج عن الماي. كلها طرق ميكانيكيه. انا كده خلصت المحاضره، هوقف ال